Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de les composantes de la une, les mukawinat safha al-oula. L'objectif, l'hadaf, distinguer la place occupée par chaque composante de la une. L'hadaf هو تمييز مكان كل عنصر من الصفحة الأولى أو لكل مكون من الصفحة الأولى. Bon, هذا هو le support. هنايا ما عندناش لا لو بوندو، عندنا هنايا لا مونشيت، هادي كامله لا مونشيت. هنايا لو تيتغ، هنا لي زوغاي اتسيتغ، هنايا لادغاس ايميل، او هنايا سوغ انترنيت الادغاس، هنايا الانترنيت، هنا لادغاس ديال الانترنيت، وهنايا لا دات. هنايا كيعطيونا واحد لا ريزومي صغيره على journal le mnemoujah, le journal des nouveaux arrivant de la classe d'accueil des collèges et pères. Le sommaire, le faras. Faras, c'est ce que je veux dire. La page 6, je veux dire que je veux dire que je veux dire واحد العنوان صغير على شنو غادي يديروا في هذا، ومضمون عام صغير شنو غادي يديروا في هذا لاباج 6، وكيعطيونا واحد ليماج معاها. وكذلك في لاباج 4 و 5 شنو غادي يديروا، واحد كيعطيونا بحال مضمون عام صغير بحال شي عنوان شنو غادي يديروا في هذا لاباج 4 اي لاباج 5. وهنا عاوتاني في لاباج 3 شنو غادي يديروا، وفي لاباج 8 سي لا ميم شوز. وهنا كيعطيونا ان ايليستراسيون، واحد الصوره تعبيريه. هنا كيعطيونا ان غون ان غو تيتغ، على كيعطيونا هذا هو المقال الرئيسي ديال هاد الجريده. بون دابا غادي ندوزو لجوبسيرف اي جو ديكوفر. جوبسيرف لا اون اي جو ريبون او كيستيون سويفونت. غادي نلاحظ الصفحه الاولى وغادي نجاوب على الاسئله التاليه. غادي نلاحظ هذه الصفحه الاولى وغادي نجاوب على هذه الاسئله. كيلي لو نون دي جورنال، شنو هو الاسم ديال الجريده؟ الاسم ديال الجريده هو مون كوليج. ها هي كيف ما كتشوفوا كبيره مون كوليج، ودايرينها زوينه هنايا مون كوليج، كتجذب العين. كيف ما كنقول لكم، حاولوا انكم تختاروا واحد العنوان يجذب العين ويكون مناسب المقال اللي غادي المقالات اللي غادي تصوبوا. بون هنا غادي نكتبوا مون كوليج، مون كوليج ها هي. دوزيام اكزرسيس، كي لي سا دات دو باريسيون، شنو هو العنوان، شنو هو التاريخ ديال النشر ديال هاد الجريده، التاريخ اللي نشروه فيها. لا دات سي جودي 18 ماي 2006. غادي نكتبوها هنايا جودي، لو جودي 18 ماي 2006. غادي ندوزو لا تخوازيام اكزارسيس. قالك غوليف لادريس دي جورنال، قالك غادي تحدد الموقع ديال الجريدة، هاد الجريدة اين موقع ديالها. مهم هما عطاونا الموقع ديالها سوغ سيغ الانترنت، عطاونا الموقع ديالها على الانترنت، ما عطاوناش الموقع ديالها فين كتواجد بالضبط، عطاونا غير الموقع ديالها على الانترنت فين كينشروا هذوك الجرائد. بون الموقع ديالها هو http://col21ipray.as/dijon.fr. بون غادي نكتبوا هاد لادريس http://col21ipray.ac/dijon.fr. بون هذا هو هذه هي لادريس ديالهم سور انترنت. غادي ندوز دابا لا كاتريام اكزرسيس. دو كيل تيم بارل طون دون سو نيميرو، شنو هو الموضوع اللي كيتحدث عليه هذا العدد، الموضوع اللي كيتحدث عليه هذا العدد، زعما الموضوع المهم.
كيف ما كنقول لكم ديما الموضوع المهم اللي كيتحدث عليه هاد العدد هو ان مثلا العدد ديال الجريده، ان الجريده تصاوبت في اول جريده لهذيك المقر تصاوبت هذا النهار، اذا يكتبوا العدد ديالها واحد. ثاني جريده غادي يكتبوا العدد، ثاني جريده اللي صوبها غادي يكتبوا ليها رقم جوج، عدد جوج، ثالث، عاوتاني هما غاديين بحال هكا. بون الموضوع اللي كتحدث عليه هاد لاين ولا هاد العدد من الجريده هو لا كلاس داكوي في لي ديرنيير مومون دي كوليج ايبيغي. باش تعرفوا العنوان اللي كتحدث، باش تعرفوا الموضوع اللي كتحدث عليه هاد الجريده، الموضوع الاساسي انا راكم كتلقاه كبر من العناوين الاخرى، كبر من العناوين الاخرى، وما كيكونش هو العنوان ديال لا مونشيت. ماشي هو هذا، هذا هو ماشي العنوان الرئيسي، ها هو العنوان الرئيسي اللي غادي تحدث عليه الجريده، هذا هو العنوان، غير العنوان الاسم ديال الجريده، العنوان ديال الجريده، اما هذا العنوان ديال المقالات اللي غادي تصوبهم هاد الجريده. غادي نكتبوه لا كلاس داكوي، لا كلاس داكوي في لي ديرني مومون du collège Ipiré. صافي، هذا هو زعما الموضوع الاساسي ولا الرئيسي. غادي ندوزو لا 5ème exercice. À quel public s'adresse ce journal؟ شنو هو الجمهور اللي كيخاطب هاد الجريده؟ اين الجمهور كتخاطب؟ دونك كيف ما كنا كنعرفو هنايا عندنا مون كوليج، شي حاجه، اي حاجه على لا كلاس، اي حاجه على المدرسه، اي حاجه على على الدراسه، المهم شي حاجه متعلقه بهادشي، المهم كتخاطب لنا الجمهور ديال لي زيليف، لي زيكوليي، لي بارون اي لوغ بارون، زعما الاباء ديال التلاميذ، لي زيليف اي لوغ بارون. غادي نكتبوا لي زيليف اي لوغ بارون اي لي زيكوليي، les élèves et leurs parents les écoliers هانتوما كيف ما كتشوفوا كيخاطب لنا هاد الجريده. حاولوا انكم ديما تمشيو لهاد العناوين كاملين وتشوفوا شنو زعما شنو كنستافدوا من هاد العناوين. بحال دابا هنا لي زيليف، هنا اي حاجه متخصصه بالدراسه وبالتعليم، هنا حتى هنا لي زيليف، هنايا لي زيليف، المهم اي حاجه متعلقه بهذاك الشيء ديال الدراسه كنحاولوا اننا نجبدوا منهم الجمهور اللي كيخاطبوا هاد الجريده. بون غادي ندوزو دابا لاباج 17. بون دابا غادي ندوزو لاباج 17. جو كونستروي لو سون. بروميير اكزارسيس، جو نوم لي زون لو بلوز امبورطونت دو سيت اون. قالك غادي نذكر اهم المكونات او العناصر ديال الصفحه الاولى، منهم لو بوندو، لا مونشيت، تريبون، سو تريبون، ventre cheval ray de chaussée. بون هنايا عندنا في هادي ما كاينش لو بوندو، كاينه غير لا مونشيت حيت كتكون كان لو بوندو كره، غادي يكون عندنا شي مقالات هنا بحال مقالات مختلفه على هاد الموضوع، المواضيع اللي هنا، ولكن هنا عندنا كنشوف ما كاينش شي موضوع مختلف على الموضوع الاخر، كلهم متعلقين ب المواضيع كلهم متعلقين بالموضوع اللي كاين، الموضوع الرئيسي ديال هاد الصفحه الاولى. دونك اذا ما كاينش لو بوندو، كاينه هنايا غا لا مونشيت اللي فيها لو تيتر ان اوراي لا دات اي لو ليو لادريس ايتترا. غادي نكتبو هنايا لا مونشيت هانتوما كيف ما كتشوفوا
La manchette. غادي ندوزو دابا لهنايا. هنا كيف ما كتشوفو عندنا لا تريبيون. لا تريبيون غادي نكتبو هنا تريبيون. وما يمكنش ما تكونش لا تريبيون وما متحتاش سو تريبيون. ميت تريبيون كتكون ضروري متحتها سو تريبيون. زعما ديالها متحت منها اختها ومتحت منها سو تريبيون اللي متحت لا تريبيون سو تريبيون. هنايا عندنا لو فونتر زعما الوسط. هنا يقدر يكون عندنا هنا الوسط. المهم شي حاجه في الوسط. هنا قريب الوسط شي شويه وخاف الجنب. المهم في الوسط هنا نكتب هنايا لو فونتر. هنايا عندنا غيت شوسي غي تشوسي. غي تشوسي كيف ما كتشوفو هانتوما غي تشوسي. هنا من تحتها شوفال ضروري ما يكون لو شوفال من تحت لو غي تشوسي. غادي ندوزو دابا لا دوزيام اكزارسيس. Je compare la une précédente avec celle C en complétant le tableau ci-dessous. قال لك هنايا غادي تقارن ما بين هاد ما بين هاد لاين وهاد لاين اللي هنايا وغادي تقارن بيناتهم في هاد الجدول وغادي تكمل هاد الجدول. لو تيتغ دي جورنال. لو تيتغ دي جورنال هنايا في لا بروميير لا بروميير اون الصفحه الاولى الاولى هي هادي مون كوليج. هنا عندنا مون كوليج باردون مون كوليج. ها هي هنا عندنا مون كوليج. ها هي مون كوليج هي هاد الاسم ديال هادي مون كوليج. وهنايا عندنا الاسم ديال الجورنال سي لو بيتي جورنال. لو بيتي جورنال جورنال. وهنايا عندنا لو جورنال كري بار البروميير اون. هنا ما كيعطيوناش ان شكون اللي كتبو. المهم حنا غادي نجيبو هادشي من راسنا ما غاديش نجيبو هادشي من راسنا ولكن غادي نكتبو لو جورنال كري بار لو جورنال دو مون كوليج. لو جورنال كري بار مون كوليج صافي غادي نديرو هكا جورنال دو مون كوليج. ما حيت ما عطاوناش هما شكون اللي كتبو مون كوليج. وعاوتاني حتى الثانيه لو بيتي جورنال. هاد الجريده كتبتها هاد شكون اللي كتب هاد الجريده جريده لو بيتي جورنال. و لو زون دو لا ان زعما المكونات ديال الصفحه الاولى العناصر ديال الصفحه الاولى. مثلا هنا عندنا لا مو هو حنا كتبناها هنايا. هنا عندنا لا مونشيت هنا لا تريبين هنا سو تريبين هنا لو فونتر هنا لو ري شوسي هنا لو شيفال. بينما هنا عندنا في هذه الجهه عندنا بوندو هنايا عندنا لا مونشيت هنايا عندنا لو فونتر بوندر. هنايا عندنا تريبيون هنا متحتها سو تريبيون سو تريبيون. هنايا عندنا لو غيت شوسي غي عندنا غيت شوسي ولو غيت شوسي متحتو لو شوفال. هنايا هنا غير شوسي في هاد الجهه غي تشوسي وهنايا لو شوفال. هنا في هاد الجهه شوفال. صافي هادو هما المكونات ديال هنا. هنا لو بوندو وهنايا لا مونشيت هنايا لو فونتر هنا تري تريبيون هنا سو تريبيون هنا لو غيت شوسي هنا لو شوفال. دونك هما هادو هنايا. ها هو لو زون دو لا دو لا اون دو لا بروميي دو لا دوزيام اون. هنايا لو زون دو لا دوزيام دو لا بروميير اون باردون. لا ديفيرونس سي
ان هذا ان كومبليزمون ما كاملش بزاف وهذا كامل بارابور ان هذا حيت هذا ما فيهش لو بوندو دونك غادي حنا مهم غير كان نعطيو واحد الاقتراح ديالنا ماشي داكشي كيكون ضابط ولكن انه ماشي ما كاملش بزاف هذا الا كان كامل خصو يكون فيه لي زوغاي ولكن ما فيهش هذا زعما هذا كمل من هذا كيف ما كنقولوا دونك غادي نديرو هذا ان كومبلي كومبلي ان كومبلي وهذا كومبلي هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا ان كومبلي ان كومبلي هنا او هنا او ان كومبلي هنا او ان كومبلي ان اي ان سي او ام بي ال او تي اللي زعما ما شافهاش مزيان هنايا كومبلي كنحيدو لها غير اي ان غادي ندوزو دابا لو كولور هنا عندنا لو كولور دومينونت هو الكولور اللي هو اللي غالب على الالوان الاخرى هنايا لو روج وهنايا عندنا بليزيور كولور لو روج شتو هاد لو روج شكون اللي احسن كتبان لكم هادي ولا هادي انا بالنسبه ليا هادي حيت فيها بزاف د الالوان ومزوقه وزوينه اما هادي فيها كولور واحد بحال كتبان ما ماشي زوينه بزاف وكيوظفوا كولور واحد لون واحد ما جاتش حتى ليه دونك هنا غادي نديرو بليزيور كولور بليزيور بليزيور كولور دونك غادي ندوزو دابا لجو روتيان la disposition de la une diffère d'un journal à l'autre قال لك يختلف التصميم ديال الصفحه الاولى من صفحه الاخرى la différence concerne la structure قال لك هذا الاختلاف يتعلق بالشكل la nature des rubriques والطبيعه ديال التقسيم ان هذا تريبين وهذا سو تريبين وهذا لو فونتر فهمتوا و لو نومبر دي زارتيكل وعدد المقالات شحال مقال دابا هنايا كتشوفوا عندنا 1 2 3 4 تقريبا هنايا عندنا 1 2 3 4 5 المهم نقدر نزيدو حتى لي 16 ايتترا غادي ولكن لو نومبر ديال لي زارتيكل هو كيلعب دور حتى خصنا كل ما كانوا العدد شي شويه كبير شي عدد شي شويه مثلا بين 5 4 القارئ باش كيقرا هادوك العدد شي شويه يكون صغير بحال 4 5 القارئ شي شويه كيكون متشوق انه يقرا المقالات الاخرى اللي ما ذكرناهاش في لاون حيت حنا ما كنذكروش جميع المقالات والصفحات اللي كيكونوا فيها كنذكروا بعض المقالات غادي ندوزو دابا للجوغياجي لاكيل دي زون دي جورنو مون كوليج اي لو بيتي ابريسيتي le plus dit pourquoi قال لك اي من جرائد اي من جرائد مون كوليج كليتي او لو بيتي جورنال او جريدتي الصغيره ابريسيتي لو بلو شكون اللي كتعجبك اكثر ولا كتقدرها اكثر دي بوركوا قل لماذا انا صراحه عجبتني جريده مون كوليج غادي نكتب هنا مون كوليج كل واحد الراي ديالو انا عجبتني مون كوليج غادي نقول لكم علاش باسكيل تريت دي بروبليم دي زيليف حيت كتعالج القضايا ديال الاطفال فيها بزاف ديال الحوايج ديال الاطفال وعاد حاجه اخرى انها فيها بليزيور دي كولور باسكو سو كونتيان بليزيور دي كولور المهم بحال هكا اللي بغا يكون اللي زعما عجبو مون كوليج يقدر يدير parce que il contient plusieurs des couleurs parce que واللي بغا هادي مثلا يدير انها فيها لو بوندو وهادي ما فيهاش لو بوندو ايتيلي بحال هكا المهم غادي ندير parce qu'il parce qu'il traite de problèmes
des problèmes des élèves بحالك صافي هانتوما كيف ما كتشوف باسكو كيل تريت دي بروبليم دي زيليف غادي ندوز دابا جو غانفيستي جو بروبوز ان ديسبوزيسيون سامبل et élégante pour les composantes de la une de notre journal de classe. قالك غادي نقترح واحد التصميم بسيط وانيق بالمكونات ديال المكونات الصفحه الاولى والجريده ديال المدرسه. غادي نقترح واحد التصميم زوين وبسيط وسهل المكونات الصفحه الاولى يكون زعما هذاك تصميم بسيط وانيق ديال المكونات ديال الصفحه الاولى بحال دابا هنايا لو بوندو غادي نديرو بواحد الطريقه زوينه شتي هنا كيداروه بطريقه فنه بزاف وفنيه شي حاجه كتحاولوا انكم ترسموا وتبدعوا باش تصاوبوا واحد الجريده القزم اللي تكون زوينه بزاف وتفوقوا على الزملاء ديالكم. غادي ندوزو دابا لجو مي فالو. قال لك جو سوي اون ميزور دو ريليفي اون ديفيرونس كونسيرنون. قال لك انا قادر على الملاحظة الاختلاف فيما يتعلق ب لا كومبوزيسيون دو لا ان مكونات الصفحة الأولى. أنا قادر أنني نعرف الاختلاف اللي كيكون ما بين المكونات ديال الصفحة الأولى. وي لي سوجي أبوردي المواضيع المتناولة بحال دابا هذا الموضوع كيشبه لهذا الموضوع كيشبه لهذا الموضوع غير هما مختلفين غير في السرد مثلا ولكن نفس الموضوع يتحدثوا على هذا الموضوع يتحدثوا على الموضوع غير كل موضوع قصته كي دايره. انا قادر ان نعرف المواضيع المتناوله فين كتكون بحال دابا هنايا لارتيكل كتكون هنا لارتيكل المهمه كتكون هنا لو كومبا دو مالالا مثلا هذا هو الموضوع هذا هو العنوان الرئيسي. لو بيبليك فيزي الجمهور المستهدف مثلا هنايا غادي يستهدفوا الاطفال لي زيليف لي زيكولي لي زيليف لي زيكولي لي بارون لي بروف ايتترا. وي انا عارف انا قادر انني نعرف الجمهور المستهدف. لو نومبر دي ريبريك عدد العناوين الصغيره مثلا نقدر اني نعرف عدد العناوين الصغيره ها هو عنوان ها هو عنوان ها هو عنوان ولكن هذا لا هذا محيت عنوان ديال هذا العنوان الرئيسي ماشي ما كيدخلش في هذه العناوين الصغيره دونك انا عارفه غادي ندير علامه. بون سي لا فان دو سيت لوسون كنتمنى ان يعجبكم وتكونوا استفدتوا واستفدتوا. ما تنساوش لا ما فهمتوش شي حاجه تكتبوها في التعاليق وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. الي او ريفوار. À demain, inshallah.